الدم المصري لسه رخيص ولا بقى له تمام؟ وانا اتعمدت ان انا اخد ده تحديدا لانه طبعا في ناس كتير انا بحثت على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بيقولوا انت كنت بتقول لفتره طويله طول ما الدم المصري رخيص يسقط كل رئيس. اسمحوا لي ان انا اقولها تاني، هقولها امبارح والنهارده